كل مكان نجدد بكم الترحيب واللقاء في هذه اللحظات. هكذا مشاهدينا الاعزاء يسير هذا الشوط بانطلاقات وتحديات قوية ومميزة من خلال التواصل والتحدي في أرضية هذا الميدان. نسير مشاهدينا الكرام شوطنا العاشر الخاص بالأبكار الثنايا المهجنات الأصايل، حيث تنطلق هذه النخبة من جديد في منطلقات المساء وتجديد كذلك من خلال تواجد روح النشاط والحيوية في مستوى هذا اليوم. هناك البداية، والبداية أكيد بلا شك مطمنة لكل هذه الأرقام وهذه الأسماء اللي تشارك في انطلاقات هذا المساء الجميل. المركز الأول نبدأ. نبدأ مشاهدينا الكرام مع مقدمة الشوط، حيث يتقدم شعار سمو الشيخ سعيد بن مكتوم بن حمد، اسمه الشيخ سعيد بن مكتوم بن راشد بن سعيد المكتوم على مقدمة هذا الشوط، ويحمل من خلال هذا الانطلاق وهذا التحدي هذا الاسم، وهي ملوح في عملية تضمير غانم بن مسفر بالقوبع. بينما نسير إلى ثاني المراكز والنقلة التالية على المركز الثامن مشاهدينا، أو المركز الثاني، هناك من خلال هذه اللحظات شعار سمو الشيخ راشد بن حمدان بن راشد المكتوم يتولى عملية التضمير والتدريب، مسري بن سالم بالعرطي الحميري. والمركز الثالث نقلة إلى شعار هجن العاصفة، حيث تتقدم من خلال هذه اللحظات، هناك وتقدمت في هذه اللحظات مهولة لسمو الشيخ راشد بن حمدان بن راشد المكتوم عملية التضمير والتدريب، تعود إلى المضمر عتيج بن سالم بالعرطي الحميري، هي من سارت الآن واحتلت المركز الثالث في هذه اللحظات. المركز الرابع نقلة إلى الشاهينية، في المركز الرابع تعود ملكيا الشاهينية مشاهدينا الكرام في هذه اللحظات لهجن العاصفة، حيث هي من تتقدم وتحتل هذا الموقع. هناك غياث الهلالي في عملية التدريب والتضمير يتواجد في هذه اللحظات مع هذا الموقع. بينما المركز الخامس نقلة إلى العنود، من تحتل المركز الخامس لهجن العاصفة والمضمر غياث الهلالي. هذه النتيجة للست المراكز الأولى. نتابع المركز أو المركز الخامس الخمس الأوائل، نتابع المركز السابع، وحيث تتقدم موكب هنا لهجن العاصفة المضمر غياث الهلالي تحتل هذا الموقع. أما المركز السابع ووصلتنا تم لهجن العاصفة والمضمر غياث الهلالي كذلك يخطف المركز السابع. المركز الثامن وصلت فزعة التابعة لإمبراطورية هجن الرياض والمضمر احمد بن مطر بن مايد الخيالي، وصل الان خذ المركز الثامن. المركز التاسع لسمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد المكتوم، هي الشايبه ضمر عبيد بن محمد بالضبيعه. والمركز العاشر وصلت الان صوغه لسمو الشيخ زايد بن المر بن مكتوم المكتوم، ياتينا في عمليه التضمير حمد بن علي العويسي. هكذا النتيجة أيها الحفل الكريم مشاهدينا الأعزاء في مستوى هذا الشوط من خلال هذه اللحظات. هكذا النتيجة، هكذا اللقاء، وتجدد المنافسات بلا شك بين الشعارات. نعود إلى ملوح حيث تسيطر على مقدمة الشوط ملوح مشاهدي الكرام لسمو الشيخ سعيد بن مكتوم بن راشد بن سعيد المكتوم في عملية التضمير والمتابعة. يأتينا غانم بن مسفر بالقوبع، هو الآن على خط البداية وخط التحدي الأول لناموس هذا الشوط. نشوف المركز الثاني، نرى المركز الثاني حيث تصل من خلال مهولة لسمو الشيخ راشد بن حمدان بن راشد المكتوم عملية التضمير والتدريب عتيج بن سالم بالعرطي الحميري. والمركز الثالث وصلتنا الآن المركز الثالث سليلة لسمو الشيخ راشد بن حمدان بن راشد المكتوم، يضمرها مسري بن سالم بالعرطي الحميري، تتسلل إلى المركز الثالث. المركز الرابع الشاهينية التابعة لهجن العاصفة المضمر ياتي غياث الهلالي على المركز الرابع. ننتقل إلى العنود في المركز الخامس، أيضا شاصف عملية التدريب تضمير مضميات الهي هناك في المركز لتحتل لهجن العاصفة.
الرويدة الهلالي. أما المركز السابع فنادي شروق لسمو الشيخ أحمد بن سعيد المكتوم والمضمر سيف بن خلفان الغويص يقدم لنا شروق في المركز السابع، بينما صوغة في المركز الثامن لسمو الشيخ زايد بن المر بن مكتوم المكتوم وحمد بن علي العويسي في التدريب والتضمير. أما المركز التاسع الآن تسلل مشاهدين الأعزاء من خلال هذه اللحظات ومن قبل الشايب اسمه الشيخ حمدان بن محمد ورايد المكتوم عبيد بن محمد وضبيع في التضمير. والمركز العاشر هناك تم لهجن العاصفة المضمر ياتي غيات الهلالي. هذه العشرة الأسماء. النداء الثاني لمجريات هذا الشوط حيث تسير المجموعات بكل تحدي وبكل خطى ثابتة، إلا أن المركز الأول ملوح هي اللي تبشر بالفوز، هي تبشر بالناموس في أداء حيث تقدمت لسمو الشيخ سعيد بن مكتوم بن راشد المكتوم، تتقدم إلى صدارة هذا الشوط بفارق لا بأس به عن البقية مايقة 100 متر وهي في المركز الأول، تتقدم في انطلاقة قوية بقيادة غانم بمصفر بالقوبع. بينما المركز الثاني مهولة لسمو الشيخ راشد بن حمدان بن راشد المكتوم ياتي في عملية التضمير عتيج بن سالم بالعرطي الحميري. المركز الثالث الشاهينية التابعة لهجن العاصفة والمضمر والمتابع ياتينا غيات الهلالي كذلك اللي يقدم لنا من خلال هذا التقدم وهذا التحدي موكب من حملت المركز الثالث بدأت تتقدم الآن والمضمر أو ملكية الهجن العاصفة هناك تقدمت اللي هي مشاهد الأعزاء العنود يضمرها غيات الهلالي تحتل المركز الرابع والمركز الخامس موكب لهجن العاصفة. هذه النتيجة للخمس المراكز الأولى والألف وأربعمية متر مشاهدينا الكرام. والبداية البداية لا زالت ملوحة هناك والناموس في الأفق يلوح أمامها. هنا ملوح اسمه الشيخ سعيد بن مكتوم بن راشد المكتوم لا زال متقدما والمضمر غانم بمصر بالقوبع، ولكن ارى بالقوبع الهجوم الثنائي من قبل مهولة وكذلك من قبل العنود، والعنود الان تسللت لتحتل المركز الثاني. العنود لهجن العاصفة يضمر العنود غياث الهلالي سارت الان في الكيلو الاخير. وماذا تحمل لنا في الكيلو الاخير من تحدي ومن منافسة ومن خطورة في هذا الشوط؟ المركز الثالث مهولة لسمو الشيخ راشد بن حمدان بن راشد المكتوم والمضمر عتيج بن سالم بالعرطي الحميري يحتل الان المركز الثالث. هذه الثلاثية اللي باز تقدم كعادة هذا الشعار في المشاركات في اللقاءات المحلية او العالمية والدولية، هو الان المتقدم من خلال التحدي في المركز الاول في صدارة هذا الشوط. ها هي العنود لهجن العاصفة بدأت تزيد من الفارق وتزيد كذلك من سرعتها في اللحظات الاخيرة في مشوار النهاية لمستوى هذا الشوط. هكذا هي هجن العاصفة وعهدناها دائما في كل المنافسات في كل التحديات تقدم المزيد من النتائج المرضية، تقدم المزيد من النتائج المميزة. ها هي امامكم على شاشة التلفزيون تسير مغردة وحيدة تتقدم إلى أرض الميدان وإلى المساحة الخضراء وإلى خط النهاية لتنهي الفوز والناموس لصالح مشاهدينا الكرام بدون أي تعليمات ولا توجيهات. تهانينا والناموس لهجن العاصفة ومالكها وكذلك للمضمر غيات الهلالي. المركز الثاني شاهينية لهجن العاصفة، المركز الثالث مهولة لاسمه الشيخ راشد بن حمدان رايد المكتوم، المركز الرابع لهجن العاصفة، والمركز الخامس وصل مشاهدينا الاعزاء صوغه لسمو الشيخ زايد بن المر بن مكتوم المكتوم. هكذا كانت النتيجه للمراكز المتقدمه. نعود لنتابع ايها الحبل الكريم التوقيت الزمني لناموس هذا الشوط حيث العنود هي من تتقدم وتاتي بالناموس لهجن العاصفه في مساء يجمع هذه الشعارات 9 دقائق 35 ثانية 7 أجزاء من الثانيه تانينا والناموس على هذا الفوز والانتصار لهجن العاصفة. وإلى المضمر غيات الهلال التهنئة في مجريات هذا الشوط. المركز الثاني لحظات الوصول كذلك إلى خط
النهاية بالمنافسة والتحدي. وهنا الشاهينية لهجن العاصفة 9:39 ثمان أجزاء من الثانية تالينا والناموس كذلك إلى المضمر غياث الهلالي، بينما من وصلت في المركز الثالث كانت مهولة اسمه الشيخ راشد بن حمدان مرايد المكتوم 9:40 وتسع أجزاء من الثانية تالينا والناموس على هذا الفوز كذلك إلى المضمر عتيج بن سالم بالعرض الحميري تالينا والناموس.